الزاوية. تحية سلاوية للمرأة الزاوية. نحن اليوم جئنا لنستنكر ما يقترفه الكيان الصهيوني الغاصب من جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب كل القوانين الدولية تدينها، لكن هذا النظام العالمي المجرم الذي يكين بمكيالين لا يراه هذه الجرائم، لا يرى قصف المستشفيات، لا يرى هدم البيوت على رؤوس ساكنيها من دون إشعار أو إعلان، لا يرى هدم المساجد بيوت الله بيوت العبادة، لا يرى هدم الكنائس وقصف هذه الكنائس، لا يرى حرق الأخضر واليابس، لا يرى استهداف المدنيين بشكل مباشر، كل هذا لا يراه ولا يريد أن يراه. اخترق عند بداية الطوفان كذبة فصدق وأراد أن يصدقها العالم، اخترع كذبة أن المقاومة مقاومة همجية تقتل الأطفال وتقطع رؤوسهم وأنها تغتصب النساء، فإذا بالأكذوبة تظهر أنها مجرد أكذوبة، وإذا بمن أطلقوها يعتذرون عنها، ولكن مع ذلك لا زال إعلام هذا العالم الحر بين مزدوجتين الذي ظاهريا يساند حقوق الإنسان وينتصر للحريات، ولكنه حقيقة ينتصر لحريات الغاصب المحتل وينسى حريات المسلمين وحريات الأطفال وحقوق الأطفال والجرائم التي ترتكب في حق الأطفال وفي حق البشرية، ينساها ولا ينتبه إليها إلا اليوم، مع أنها موثقة بالمباشر وبالصور، أشلاء الأطفال لا لا لا, لا تهمه ولا تراها عينه، وأنين الجرحى لا تسمعه أذناه ولا تلتقطه عدسات إعلامه الفاجر. فقد كشفت لنا المقاومة بهذا الطوفان نفاق هذا العالم الحر، وأن ما يتشدق به من قيم هو أول من يتنكر له عند الامتحان، فلذلك لم يعد يمثل هذا العالم الذي تقوده الولايات الخبيثة الأمريكية وأوروبا التي تتبعها، ولم يعد يمثل مصدر إلهام بالنسبة لأمتنا، بل أصبح يمثل مصدرا نلعنه ونسبه ونشمئز من ذكره، وأنه لا يمثل القيم التي يتصدق بها ويدعو إليها. ولذلك نحن نشد على أيدي المقاومة التي صنعت هذا النصر ونحييها ونعتبر أنفسنا ظهيرا لها، وأن كل ما نستطيع
أن ندعمها به، فأن ذلك من الواجب علينا أن نقوم به وأن نناصرها بكل ما نستطيع من قوة. فقد كسرت أسطورة كاد الناس وكاد العالم يصدقها، أن جيش الصهاينة هو أعتى جيش في العالم وهو أقوى جيش في العالم وأنه جيش لا يقهر. فإذا بشباب مؤمنين حفظة لكتاب الله قيام رهبان الليل وفرسان النهار بضعة مئات، فإذا بهم يحطمون هذه الأسطورة تحطيما شاملا، ومع تحطيمها يفقد هذا العدو توازنه ويحتاج إلى لإعادة توازنه أن تهب البوارج الأمريكية والأسطول الحرب الأمريكية، وأن تهب القيادة الأمريكية برئيسها ووزير خارجيتها ووزير دفاعها وقائد المنطقة الوسطى فيها لتعيد له توازنه ولتشرف على مواجهته مع هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وحفظهم ربهم ونصرهم ربهم، لأنهم نصروا الله ولأن وعد الله لا يخلف، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في وقفة بعنوان ساكنة سلا مع الطوفان وضد التطبيع، وهذه الوقفة تنظمها الهيئات المحلية الإقليمية لكل من حركة التوحيد والإصلاح، حزب العدالة والتنمية، شبيبة العدالة والتنمية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة. ننظم هذه الوقفة تضامنا ودعما وفرحا بنصر إخواننا في غزة على الصهاينة المجرمين، ودعما لهم وسندا لهم، وتعبيرا منا على أننا مع الطوفان، مع الطوفان الأقصى الذي نطلب من الله تبارك وتعالى أن يجرف المجرمين الصهاينة والمطبعين ومن والاهم. ونحن في مدينة سلا نتيح هذه الفرصة لسكان سلا بأن يعبروا عن هذا التضامن في هذه الوقفة، والتي تنظم وقفات أخرى على غرارها في مجموعة من المدن المغربية. فإذا لكم جزيل الشكر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن ينصر إخواننا وأن يكون معهم، إنه نعم المولى. ونعد طوفان، طوفان الأقصى هو رد فعل طبيعي على احتلال الأرض المقدسة والأقصى وجميع أرض فلسطين، ورد فعل طبيعي لأن المظلوم والذي أخذ حقه لا يمكن أن نحاسبه على الطريقة التي يرد بها الفعل، وإنما هو في حل من أمره أن يرفع عن نفسه الظلم والاعتداء والعدوان. وهذا الطوفان هو في الحقيقة ليس رد فعل حديث، وإنما هو رد فعل للاعتداء منذ 1948 حينما احتل الصهاينة فلسطين الحبيبة، وهي أرض المعراج، أرض الإسراء، والتي قال عنها الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي سخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقدسيتها وأهميتها تتجلى في أن الله سبحانه وتعالى خصها بهذا الاعتبار.